للمزيد ينضم إلينا القيادي في التحالف العربي في كركوك الشيخ محمد الشاهين. شيخ محمد، مرحبا بك. مدني يتم تعذيبه لدرجة بتر يديه بسبب تلفها من التعذيب والنتل بالكهرباء، يعني هل لا زال الموقف يتحدث عن حالات فردية تحدث هنا وهناك؟ يعني نحن نشهد بشكل تقريبا شبه يومي حالات تعذيب للسجناء وحتى تصل إلى القتل والإعدام، كيف تعلقون على حادثة حسن؟ سيدي الفاضل، لدينا لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لدينا منظمات عالمية، يجب أن يجتمع الجميع حتى نخلص من هذه الظاهرة السيئة التي تحدث مثل ما تفضلت تحدث هنا وهنا. يجب أن ينشط اللجان اللي في البرلمان حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، ونحتاج إلى وعي ودورات وعي أو توعية أو برنامج ضخم بالنسبة للأجهزة الأمنية تتبناه وزارة الداخلية على مستوى عالمي، لأن لحد هذه اللحظة نحن نرى بأماكن كثيرة أن التعذيب ما زلنا نعيد سيناريوهات قديمة يعني أكل الدهر عليها وشرب. طيب. شيخ محمد، العالم عذرا المقاطعة، لكن نحن نعلم بأن المنظمات الدولية وحتى المحلية منها ومنظمات حقوق الإنسان عاجزة عن معالجة هذه الأمور. أنتم يعني كمسؤولين في كركوك، يعني الصوت يصل بشكل أفضل للحكومة في تبني هكذا مواقف، خاصة لو تحدثنا بأنه الكاظمي قد عمل لجان جديدة من أجل معاقبة الضباط بعد حادثة عدي الجبوري في بابل. يعني هل تتوقع بأنه حادثة حسن ستصل إلى الكاظمي من خلال جهودكم المبذولة ويمكن أن يعالج قضيته؟ نحن هنا بالتحالف العربي استنكرنا الحادثة واجتمعنا، ورئيس التحالف هو السيد راكان الجبوري، هو محافظ كركوك، وكان اجتماع أمس بخصوص هذا الأمر، ولدينا هنا المقر المتقدم أبلغناهم بالبيان، وأيضا تم اتصال مباشر مع قائد المقر المتقدم في كركوك واتخذنا الإجراءات التي نستطيع اتخاذها، ولكن المظهر عام. نعم. يجب أن يكون هناك حلول جذرية لهذه الظاهرة، وأعتقد هذه الظاهرة لا تليق بالمجتمع العراقي، ونحن الآن مقبلين على انتخابات وخلينا نقول عرس انتخابي، وهذه الظاهرة قبل أن هي إنسانية، ويجب أن تتخذ الحكومة خطوات جادة في هذا الموضوع. طيب، في آخر ما توصلنا إليه مع والد الضحية حسن، قال بأن الضابط المسؤول عن تعذيب ولده قد استبدل الجنود المتواجدين في المستشفى والذين يراقبون حسن، ومنع أهله من الدخول إليه ومساعدته في الأكل والشرب وما إلى ذلك. كيف تضغطون يعني بشكل أنه يكون أسهل على حسن وعائلته بأن يعالج، وتخففون هذا الموضوع عنه على الأقل في هذه الفترة إلى أن يصل الموضوع إلى الكاظمي؟ هو بالتأكيد الإدارة المحلية بكركوك وعلى رأسها الأستاذ راكان الجبوري محافظ كركوك بالتأكيد اتخذت الإجراءات اللازمة، ومدير الصحة أبلغ بهذا الأمر. نعم. والمستشفى المذكور أيضا أبلغ بهذا الأمر، ولكن يجب أن نتعاون جميعا إدارة كركوك والقوى الضابطة ووسائل الإعلام مثل حضرتك وقناة الفلوجة وأغلب القنوات الفضائية. أنت تعرف أنه أنتم الآن تمثلون السلطة الرابعة لإيصال صوت أي مظلوم. هذه الظاهرة نرجع لها، بعض الضباط يمارسون دكتاتورية تعسفية على المواطن، نتمنى أنه لا تتكرر هذه الحالات ويتخذ بحقهم إجراء ردعي لابتلاع هذه الظاهرة من جذورها.